بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وأفضل الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما سيدنا ومولانا بقية الله في أرضه وحجته على عباده المهدي المنتظر صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفداء وعجل الله فرجه الشريف. وصلنا معكم أيها الإخوة المؤمنون إلى بداية سورة الانفطار، إذا السماء انفطرت. انتهينا من سورة التكوير، ونبدأ هذه الليلة ببداية سورة الانفطار. رقم الصحيفة عندي 587. ما وزعوا القرآن؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. وصلوا على محمد وآل محمد. هاي الصور القصار الأخيرة كلها مكية، وذلك أن لما نزلت هذه الصور في مكة المكرمة، المجتمع المكي كانوا مشركين، منكرين للمعاد، منكرين للقيامة، منكرين للجنة والنار. ولذلك جاءت سورة بعد سورة، آية بعد آية، تأكيداً للقيامة وعلامات القيامة ومشاهد القيامة، وش راح تصير بالسماوات وبالكواكب وبالبحار وبالجبال. فمنها هذه السورة المباركة، إذ يقول تعالى: إذا السماء انفطرت. السماء تنفطر، جاء ذكر السماء في عدة آيات، منها هذه الآية أن في يوم القيامة تشيل راسك تشوف السماء مفطورة فطر. في بعض الآيات يقول: إذا السماء انشقت. أول يكون فطر، بعدين تنشق، بعدين تنفتح، وفتحت السماء. في آية أخرى يقول: وإذا السماء فرجت. فرجت يصير فيها فرجة. وفي آية أخرى يقول: يوم تشقق السماء بالغمام. تشقق السماء، تشقق بالغمام، ونزل الملائكة تنزيلا. يعني يشوفون السماء انشقت والملائكة ينزلون منها، تراهم رأي العين. هذه بعض مظاهر القيامة. لكن هنا سؤال، يجي سؤال: الآن ماكو شك بالسماء، السماء منتظمة والكواكب منتظمة والنجوم منتظمة، وهاي الكرات السماوية كلها تدور في أفلاكها، كل نجمة بها فلك، كل كوكب به فلك. هذا الفلك يعني بكل دقة. أضرب لك مثال: أكو الآن ساعات جدارية مثل هاي الساعة اللي هناك، هاي الساعة أكو بيها بطارية مو هالشكل،
ما دام البطارية شغالة الساعة تفتر، لكن إذا البطارية خلصت الساعة شو تصير؟ تتوقف. زين أنا أسألكم، أي بطارية اللي الآن تشغل هاي الأبلاغ؟ هذن البطاريات عمرهن كم شهر؟ ممكن شهر شهرين. البطارية اللي الآن تشغل هاي الكواكب عمرها كم مليار من السنين؟ لكن طبعا الله اللي يديرها، الذي رفع السماء بغير عمد ترونها. اسمع اسمع، يقول والسماوات مطويات بيمينه. يمينه طبعا يمينه يعني عبركم مثل ايدي، يمينه يعني بقدرته، يعني البطارية اللي تشغل السماوات بقدرة الله تعالى، بإرادة الله، بحكمة الله، بقوة الله. هذه على كل حال يوما ما الله تعالى هو الذي يخبر أن هذا النظام راح يتوقف. الآن الشمس والقمر، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. الآن الكواكب كلها إلها فلك، إلها مدار تدور فيها، راح يجي فرد يوم أنه هذا المدار يتوقف. فإذا توقف المدار معناته الشمس والقمر نظامها يتخربط، يصطدم بعضها ببعض. أنا أضرب لك مثال، إذا طيارتين كل طيارة بها 450 راكب من هذه الطيارات الجامبو، ها، وإجت الطيار كان سكران وغلط، إجت واحدة اصطدمت بالأخرى، شو يصير بها؟ هل يسلم أحد منها؟ هاي الأجنحة اللي مملوءة كلها بنزين وتشتعل، بعد يضل بها إنسان سالم؟ مع ما أن الكرات السماوية ثقلها وحرها وقوتها ها ملايين المرات أكثر من طيارتين، تصطدم بعضها ببعض ويصير انفجارات هائلة ما شايفينها إحنا. هالانفجارات اللي نسمع عنها كل يوم، انفجار هنا انفجار هنا، سيارة مفخخة، هذني أشياء طفيفة طفيفة. الانفجار الأعظم عندما تقع القيامة، بعد لا يبقى بحر، البحار سرح. نقرأ الآية، وإذا البحار فجرت، فجرت يعني تنفجر، البحار تنفجر. شلون تنفجر؟ الآن البحار شنو بها؟ مو بها ماي؟ بها ماي ما شكل؟ الماي، اسأل هذول اللي دارسين كيمياء، الماي من شنو يتألف؟ من جزيئين، من نقطتين هيدروجين، نقطة أكسجين. الهيدروجين والأيدروجين والأكسجين فيها قابلية سريعة للاشتعال، إذا وصلت إليها حرارة قوية الهيدروجين والأكسجين يشتعلون، معناته البحار كلها تشتعل، تتحول إلى نار. الله أكبر. بعد لا يبقى جبل، لا يبقى بحر، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. ربي يعني هنا جبرائيل بعد ما إلى دور، ربي الله اللي يقوم بهذه الأمور. نعم، خلنا نقرأ إخواني. يقول إذا السماء انفطرت، السماء تنفطر،
الكرات السماوية تنشق. بعد الآية الثانية شنو عندكم؟ وإذا الكواكب انتثرت. انتثرت يعني شنو؟ يعني الآن طلع بيدك سبحة، هاي السبحة اللي بيدك، هاي السبحة بيها حبات، مية حبات منتظمة. إذا قطعت الخيط الحبات يصير بيها تنتثر. الكواكب الآن منتظمة، النظام مالها إذا انقطعت تنتثر بعد، كوكب يروح منها، كوكب يروح منها، كوكب يروح منها، ليش النظام ماله يتخربط؟ مثل ما تقطع الخيط مال السبحة مالتك. سبحان الله، الآن الله منظمها، الله مدبرها، ذاك الوقت هم الله يضربها بعضها ببعض. نعم، في كل الحالتين الله، الآن الله وذاك اليوم هم الله. نعم، بعد شنو عندكم؟ وإذا البحار فجرت. المفسرين كلمة فجرت ما أدري ما فاهمين معناها، يقولون التحم بعضها ببعض، يعني المحيط الأطلسي والمحيط الهادي والمحيط الهندي، وهذني هاي المحيطات كلها تلتحم، تتصل بعضها ببعض. ولكن فجرت الآن، كل واحد حتى أمي إذا مدارس تقول لك فجرت يعني شنو؟ يقول لك تنفجر البحار، تنفجر. تنفجر يعني شنو بها؟ يصير بها انفجار نيران. ليش؟ لأنه آية أخرى، آية أخرى تقول وإذا البحار سجرت. سجرت وفجرت فرد معنى، يعني البحار كلها تتحول إلى نيران. الله أكبر، البحار إذا صارت إلى نيران الحر مالها ايش قد يأثر علينا؟ الحر مالها، نعوذ بالله. يعني إذا وإذا البحار فجرت، فجرت وسجرت بمعنى واحد. زين، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. بعثرت يعني شنو؟ يعني صار عاليها سافلها وسافلها عاليها. بعثرت. الراغب الإصفهاني يقول كلمة بعثرت هاي كلمة مؤلفة من كلمتين، بعثرت يعني بعثت ونثرت. بعثرت مثل كلمة البسملة، مؤلفة من بسم والله، بسم والله يصير بسملة. بعثت ونثرت يصير بعثرت. والقرآن الكريم يقول في مكان آخر بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها بعد وأخرجت الأرض أثقالها. نعم، وفي سورة ياسين يقول عز وجل قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. هذا سؤال، الجواب هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. بذيك الهزة القبور كلها تنفتح، وأنا وأنت الأموات نحتي بنفقة صور إسرافيل، بنفقة صور إسرافيل الأموات كلها يحتيون، يخرجون من قبورهم ونفخ في الصور فإذا هم، هم يعني أنا وأنت، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ذاك يوم القيامة مشاهد عجيبة، مشاهد مرعبة، موحشة، مخيفة. نسأل الله أن يرحمنا ذاك الوقت. يقول عز وجل وإذا القبور بعثرت، يعني إذا الأموات خرجوا من قبورهم
ذاك الوقت علمت نفس ما قدمت وأخرت. نفس يعني نفسي ونفسك، أنا وأنت وجميع الخلائق. ذاك الوقت نعلم ماذا قدمنا وماذا أخرنا. زين السؤال، يعني الآن إحنا ما نعلم ما قدمنا وأخرنا؟ الآن ما نعلم؟ الآن شوية نعلم، الآن كثير من أعمالنا ناسيها. الآن أنا ما أدري قبل 60 سنة شنو سويت، ما أدري، لكن يوم القيامة يوم يتذكر الإنسان، يتذكر الإنسان اللي عملتها يوم قبل 60 سنة تذكرها مثل كأنك اليوم سويتها. علمت نفس يعني نتذكر الأشياء اللي ناسيها. الله يقول أحصاه الله ونسوه، تسمعني؟ إحنا الآن ناسين. الآن جنبك تدري قبل 50 سنة إيش سويت؟ ناسي. بس يوم القيامة، من آثار يوم القيامة يوم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. أسأل الله أن يرحمنا ذاك الوقت. زين، ما قدمت معناها معلوم، أخرت يعني شنو معناته؟ قدمنا أعمالنا اللي قدمناها بعمرنا. أبرز أنا اللي الآن عايش 85 سنة، كل ما قدمت في عمري يجي ببالي. وأخرت شنو معناته؟ بعض المفسرين قالوا ما قدمت يعني أواخر أوائل عمره، يوم اللي كنا الشباب. ما أخرت يعني أواخر عمري، يوم اللي شيبت. بعض المفسرين هذا قال، بعض المفسرين قالوا لا، أخرت يعني أعمالك اللي عملتها لما بعد الموت. أحيانا الإنسان يعمل عمل لما بعد الموت، أعمال أحيانا زينة وأحيانا مزينة. مزينة، أما الأعمال الزينة اللي تنفع لما بعد الموت، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على محمد وآل محمد، قال إذا مات ابن آدم انقطع أمله وعمله إلا عن 3 الأشياء اللي تنفعنا وراء الموت. أولا، رقم 1، علم ينتفع به الناس. ثانيا، أو صدقة جارية، هاي 2. ثالثا، أو ولد صالح يدعو له. هذان اللي أخرت، أخرتها بعد الموت. قبل ما أشرح هذا الحديث أذكر لك حديث يذكره صاحب مجمع البيان وكل المفسرين. يقولون إن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم بالمسجد سأل فقير، سأل الناس المساعدة، قال أنا محتاج إلى مساعدة. الناس سكتوا، ما حد جاوب. واحد من الصحابة قام طلع له فد مساعدة وأعطاه ما أدري كم درهم. هذا اللي قام شجع الآخرين، الآخر أعطاه درهم، الثالث أعطاه درهم، الرابع أعطاه درهم. عند ذلك قال رسول الله، اسمع هذا الحديث اسمعه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة كان له وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة
ولم ينقص من أوزارهم شيء. يعني عند ذلك قام حذيفة بن اليمان فقرأ هذه الآية: علمت نفس ما قدمت وأخرت. هذه الآية اللي اليوم قرأناها. إذن يا إخوان، قدموا وأخروا أعمال حسنة. أجيب اسم ذولاك اللي غصبوا حق علي عليه السلام، ها؟ آثارهم الآن موجودة. أذكر أسماء الذين ذبحوا الحسين عليه السلام، الآن آثارهم موجودة بالشام. يقول فيلق عمر بن سعد، موقف شمر بن ذي الجوشن، الآن موجودين. جماعة شمر باسم شمر، باسم شمر، خلي كاتب اسم شمر على لوحة، على لواء، ومجتمعين تحت لواء شمر بن ذي الجوشن، الآن موجودين. هذول يقتلون الشيعة، يحاربون، يعتدون على المراقد المقدسة، هم يشتعلون وشمر هم هناك يشتعل لعنة الله عليه. بعد أجيب أسماء غير شمر؟ لو أنتم تعرفون بعد أصعد فوق بعد. هذا علمت نفس ما قدمت وأخرت. معاوية راح يبتهم أعمال اللي عملها والعادات السيئة اللي زرعها بعد موته. يزيد هكذا، مروان هكذا، عمرو بن العاص هكذا، واللي بعد الآخرين. علمت نفس ما قدمت وأخرت. بعد ما لازم أحد يقول له، هو يتذكر، يقول أنا هذا عملي اللي أنا سويته. بعدين يقرأ الكتاب ماله، يقال ما لهذا الكتاب، يا ويلتا ما لهذا الكتاب، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. زين، عين بالقرآن. يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يوم القيامة وحتى قبل القيامة، الآن، الآن الله سبحانه وتعالى يخاطب كل إنسان، وإن كان العلامة الطباطبائي صاحب تفسير الميزان رحمة الله عليه يقول هذا الإنسان ما يخاطب المؤمنين، يخاطب ذاك الإنسان المكذب، قتل الإنسان وما أكفره، ذاك الإنسان الكافر. الله يقول يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم، ربك الكريم الذي أكرمك ورزقك وعلمك ودبرك، أعطاك العينين والأذنين واليدين والرجلين، ها؟ شنها الغرور اللي شجعك على معصيته ومخالفته والتمرد عليه؟ يا أيها الإنسان، شنها الغرور؟ عادة العاصين، العصاة، المذنبين، لو ما عنده غرور ما يرتكب معصية. أول يأخذ الغرور، ها؟ يقول من طلع من قبر فشخ، وين الوان القيامة؟ أول يصير عنده غرور، بعدين جسارة، بعدين يرتكب المعاصي والكفر، كفران النعمة. الله يخاطبه يقول لك شنو سبب هالغرور هذا؟ هاي الآية لما نزلت أولا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم غره جهله، غره سبب الغرور، معظم سبب الغرور شنو؟ جهل الإنسان. جاهل لو يعرف ربه، لو عنده علم، لو عنده إيمان، لو عنده تقوى، ما يرتكب هالكبرى. جاهل، هاي الجهالة وهاي الضلالة سببت له الغرور، هاي أولا.
ثانيا هنا المفسرين اختلفوا. انا اسمحوا لي اذكر راي المفسر صاحب مجمع البيان وبعدين راي المفسر صاحب الميزان. صاحب مجمع البيان الله يرحمه يقول كانما الله دا يلقن الجواب. شنو الجواب؟ السائل لما يقول ما غرك بربك الكريم، جواب كرمك يا رب لاني عرفت انك كريم. ها ما دام عرفت انك كريم هذا سبب لي الغرور. ولكن لا، العلامة الطبطبائي يقول لا لا، ليس هذا المعنى. لأنه إذا كان هالشكل حتى الكافر المعاند أبو جهل هم يجي يجاوب نفس الجواب. أبو جهل يحق له أن يجاوب هذا الجواب؟ يستحق الله يغفر له أبو جهل؟ أبو سفيان؟ أبو لهب؟ كل المشركين؟ المشركين الله يغفر لهم؟ ها؟ ما يغفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذن العلامة الطبطبائي رحمة الله عليه يقول هذا نوع من التوبيخ. هذا سؤال ده يوبخ الله سبحانه وتعالى، يوبخ العاصي، يوبخ المذنب، يوبخ الكافر، توبيخ يوبخه. يقول ربك الكريم الذي الله أكرمك خلقك، من كرم أعطاك عينين، من كرم أعطاك أذنين، من طرق أعطاك أكل، أعطاك يدين، أعطاك رجلين، رزقك، أعطاك أولاد، أعطاك غدا وعشاء وليوق ونف. هذا هل كان يستاهل أنه أنت تعصيه؟ هذا ده يوخ الله يوبخ توبيخ. هذا يا أيها الإنسان الكافر، يا أيها الإنسان المشرك، ما غرك بربك الكريم؟ شنو هالغرور؟ الجواب أن الشيطان هو سبب الغرور. ولا تغرنكم بالله الغرور، الغرور يعني الشيطان. الشيطان لما يجي إلى المذنب يشجعه على الذنب، فالشيطان من أسمائه الغرور، الغرور بفتح الغين. الغرور يسبب لك غرور بضم العين، بضم الغين. ما غرك بربك الغرور، بربك الكريم الذي خلقك، زين، فسواك. سواك يعني شنو؟ سواك يعني وضع كل عضو في موضعها. انتبه شوية، خلوا فكركم يمي وصلوا على محمد وآل محمد. هاي عيني وعينك الله خلاها في موضعها. لو كان عيني وعينك كان الله بخليها بقوقة راسنا. ها لما نريد نعاين لازم شو نسوي؟ مو ننزل راسنا ننحني؟ ها فكركم يمي ولا؟ لو كان عيوننا بقوقة راسنا وقت النظر شلون كان عندنا مصيبة؟ لو كانت عيننا في بطننا ما كانت تهدانا. اذا ردنا نعاين لازم شو نسوي؟ قرصاو وخر هدومك، شيل دشراشتك وعاين، تمام يا لا؟ زين. اذا الله سبحانه وتعالى سوانا. ود واحد من الخطباء كان شويه مزاح، صعد المنبر قال يا ناس اشكروا الله اشكروا الله. قالوا ايه نشكره عليه بس على شنو؟ قال الله اشكروا الله للفيل، الله ما نطى جناح ما نطى. لو كان الفيل عنده جناح كان هدم بيوتنا كل احنا. فالشاهد الله سبحانه وتعالى كذلك بالنسبه نحن البشر، الله سبحانه وتعالى لما خلقنا خلق كل عضو في مكانه اللي يقتضي الحكمة والمصلحة. العين في مكانها، والأذن في مكانها، واليدان
في مكانهم. زين، هذا معناه سواكت، سوى تسوية، تسوية، تسوية ما بين الروح والجسد، خلانا نمشي على رجلينا، ما خلقنا مثل الدواب نمشي على أربعة، ما خلقنا مثل الحيات نمشي على بطوننا. خلق الإنسان يقول بسم الله الرحمن الرحيم: لقد خلقنا الإنسان في شنو؟ أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، هاي بالنار نعوذ بالله، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أحسن تقويم خلقنا الإنسان أبونا آدم. زين، خلي شوية بعد نطول، هذا الصورة اللي الآن أنا وإنت عليها منو صورها؟ الصورة منو صورها؟ وين صورها؟ وين؟ هو الذي يصوركم في الأرحام. عرفتوا وين هسه؟ يعني هذا القالب مال جسمي وجسمك، شكل عيني وعينك، شعري وشخر، الرقبة واليدين والأنف والشفتان، كله هذا القالب. منو ضرب هالقالب هذا؟ الله. وين يا مكان؟ في أرحام أمهاتنا. الذي خلقك فسواك، بعد شنو؟ فعدلك. عدلك يعني شنو؟ يعني هاي الإيد مثل هاي الإيد، لو كانت هاي إيد أطول شبر من هاي الإيد، إيش قد كان عندنا مشكلة؟ لو كانت هاي العين ها أصغر وأكبر من هاي العين، إيش قد كان عندنا مشكلة؟ لو كانت هاي العين فتحتها عمودية مثل عيون البزازين، ها إيش كان عندنا مشكلة؟ إذن فعدلك. خلي أذكر لكم فتقصة عن مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على محمد وآل محمد. فديوم رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يمازح أصحابه، هم يمازح ترى، هم يتشاقه، مد رجله اليمنى، قال أصحابي هاي رجلي بيش تشبهوها؟ إيش تشبه؟ كل واحد قام يحكي شكل، هاي تشبه غصن البان، قال لا، هاي تشبه كذا، لا، هاي تشبه لا، كل ما يقولون يقول لا. قالوا إذا شنو؟ مجل رجل اليسرى، قال هاي تشبه، هاي تشبه، تمام يا ولا؟ رجل اليمنى مثل رجل اليسرى، هذا معنى فعدلك، يعني أعضاءنا سواها معتدلة منطبقة على الحكمة. بعد شو أقول؟ الآن هذا الشعر اللي براسي وراسك، هذا الشعر اللي بلحيتي وبلحيتك، ها لو كان هذا الشعر طويل على لساني ولسانك، وواحد يلغي هو يقول طلع لسانك في شعر، ها ما كان عندنا مشكلة؟ إذا هذا اللسان لو كان بشعر مثل طول اللحية ما كان عندنا مشكلة؟ إذن الله أو كان داخل كف اليد، هذا الشعر اللي الآن باللحية وبالرأس داخل كف اليد، وبعد أكو أماكن خاصة ما أريد أجيب اسمها لو كان بها شعر، يعني الله سبحانه وتعالى هذا الحاجب، هذا الحاجب تدري فوائد هذا الحاجب، هاي التقسيمات اللي بالجبهة لو كانت مايها موجودة كان لما نعرض العرق ينزل بعيني وعينك، الله خلى هذا الحاجب فاصل حتى لما نعرق هذا العرق لا ينزل علي بعيني بعينك. بعدين ايش قد اقول؟ سبحان الله، الله خلق غدد من الماء
بالحرق مي الغدة اللي يطلع من الحرق مي عذب، تمام؟ مي الغدة اللي تطلع بالأذن مي مر، الغدد اللي يطلع بيها مي بالعين مي مالح. ليش هذا عذب وهذا مر وهذا مالح؟ تدرون ليش؟ لو كان هذا اللي بالحرق وحرقك مي مر وكان نغصنا بكل شيء سوى مي عذب، تمام؟ لكن في أذني وأذنك الغدة بيها يطلع مي مادة مرة. إذا فد يوم فد نملة فد بقة فد حشرة طبت بإذني وإذنك هذا المي تكتل، تمام يولا؟ وهكذا العين مي مالح. ليش؟ لأنه العين الجزء الأساسي مع العين وعينك شحم، هذا الملوحة تحافظ على الشحم. سبحان الله، ايش قد اقول لك بعد حكمة الباري عز وجل. انا لا طبيب ولا جراح، حتى اقول لك عن اسرار القلب، القلب وتشعبات القلب، الكلية والحالب والنفس، الرئتان والجهاز الهضمي، هذا الأكل اللي هذا الآن لقمة نريد ناكلنا لقمة، ها؟ تخلي اللقمة بحلقك. إذا ما عندنا أسنان إذا ما عندنا معناته هاي اللقمة تنزل، هاي اللقمة اللي بيها الخبز واللحم ومواد أخرى تعور المجاري كلها. الله رزقنا أسنان، بعدين إحنا الشياب بأسناننا توقع، لازم نخلي أسنان عارية مثلي أنا وأمثالي. فالأسنان حتى الأسنان هم الله سبحانه وتعالى ما خلقها بشكل، أسنان الأمامية خلى براسها مثل سكين الناعم حتى تقص اللقمة، أسنان الخلفية مثل الرعاية تطحن، أسنان اللي بالوسط سواها بيها ناب شوية راسها مدبب، كل حكمة. اللسان خلى اللسان مضافا إلى أنه يتكلم، لا خلي يدير اللقمة، لساني ولسانك يدير اللقمة منا، وخلى داخل الفم غدد لعاب تطلع لعاب حتى تلين هاي اللقمة حتى تنزل. سبحان الله، يعني حكمة الله عز وجل لا تعد ولا تحصى. الرجال خلقهم بشكل يناسب رجولتهم، النساء خلقهن بشكل تناسب الحكمة في أنوثتها، المرأة الحامل شلون تحمل، شلون هاي النطفة تكون نطفة ثم علقة ثم وهكذا وهكذا وهكذا. يعني إذا نتكلم من الآن إلى شهور وسنين، حق وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله ما نقدر نحصيها. إن الإنسان لظلوم كفار. زين هذا الله وهالرحمة وهالحكمة وهالنعمة يستاهل نعصيه؟ يعني يستاهل المعصية؟ لا والله ما يستاهل، والله ما يستاهل أن ننساه لحظة واحدة. لازم على طول على طول نخلي هذا المنعم الكريم العظيم الرحيم المتفضل المنعم دقيقة واحدة ما لازم ننساه. ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام يحلف الله يقول: أسألك بعزك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي بالليل والنهار بذكرك معمورة، وبخدمتك موصولة، وأعمالي عندك
مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. نعم يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك؟ هي أولا. ثانيا فسواك، يعني خلى كل عضو خلى في مكان اللائق به، ما خلى في مكان لا يليق به. ولذلك بعض المشوهين هم الله بالحكمة خلق بعض المشوهين، ها شايفين أحيانا توامة توامة، رأسهم ملزوق واحد بالآخر، ظهرهم ملزوق بالآخر. الله حتى يراويني، حتى أنت شوف هذا، أشكر رحمة، أشكر نعمة ربك، أشكر نعمة ربك كان الله يقدر يسويك مثل هذا. زين، الذي خلقك فسواك، بعد شنو؟ خلقك فسواك فعدلك، بعدين شنو عندكم؟ في أي صورة ما شاء ركبك. الله ما كان يخلينا بصورة حمار؟ كان يقدر لو ما يقدر؟ ها ما كان يقدر يخلقنا بشنك القرد مثل القرد يصير؟ ما يقدر؟ يقدر، ما لازم نشكر الله؟ ها واحد الله سبحانه وتعالى خلق، واحد طويل، واحد قصير، واحد أسمر، واحد أبيض، واحد عيونه زرق، واحد عيونه خضر، واحد عيونه سود، واحد عيونه عسلي، واحد عيونه، وهكذا شكل العين، شكل الشعر، والطول والعرض. بعدين الآن إحنا الله سبحانه وتعالى خلقنا ذكور، الإناث خلقهن إناث، ما كان يقدر يبدل؟ أنا وأنت نسوينا إناث، دولاك يسويهم ذكور، ما كان يقدر؟ ها إذن في أي صورة ما شاء ركبك. أحيانا يشاء أن يخلقنا ذكور، يخلقنا بشكل إنسان، نعوذ بالله. وإذا خلقنا بشكل حيوان شلون؟ إذا خلقنا أحيانا احنا نشوف فد واحد عنده بدل خمس اصابع عنده ستة، ستة يعني هاي الاصبع السادس خطر، شنو خطر اللي تشوفه وتشكر ربك انه الله الك كان يقدر يسوي لك ستة. نعم في اي صورة ما شاء ركبك، يقدر بلون أحمر، بلون أسود، كل إحنا يسوينا مثل أهالي أفريقيا. أهالي أفريقيا لونهم شلونه؟ أليس أسود؟ ما يقدر إنه يسوينا؟ يقدر يسوينا في أي صورة، أسود، أبيض، أحمر، أصفر، طويل، قصير، ذكر، أنثى، أعمى، أطرش، كل شكل يقدر يسويه. ولكن ربنا يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه، أهل النار، أهل النار، ثم رددناه أسفل سافلين. في أي صورة ما شاء ركبك. بعد يقول كلا بل تكذبون، هذا إن شاء الله ليلة القادمة. نسألك وندعوك باسمك الأعظم يا الله. إخواني مضى هذا اليوم، يوم 13 رجب، يوم ولادة سيدنا ومولانا إمام المتقين وقائد الغر المحجلين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. نسأل الله تعالى بحقه وبمقامه أن يجعلنا من شيعته. اللهم اجعلنا من شيعة أمير المؤمنين، اللهم ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين، اللهم فك رقابنا من النار، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. الآية الكريمة لا تنسوها، خلنا نقراها سوية. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن
يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أسرع الحاسبين، يا أرحم الراحمين، يا أحكم الحاكمين، يا غياث المستغيثين، إلهنا فك رقابنا من النار، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. إلهنا بحق مولانا أمير المؤمنين اشف مرضانا يا رب، اشف مرضانا وداوي جرحانا وارحم موتانا، تقبل أعمالنا. إلهنا كف عنا شر الأشرار وادفع عنا شر سيئات الكفار. اللهم اشغل الكافرين بالكافرين. إلهنا اجعل بلادنا في أمن وأمان. اللهم فرج عن إخواننا في البحرين وإخواننا في سوريا وإخواننا في القطيف وإخواننا في الأحساء، إخواننا في كل العالم. اللهم فرج عنهم بحق محمد وآله. قوموا أخواني وأخواتي، ارفعوا أصواتكم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وإلى أرواح المؤمنين الفاتحة مع الصلاة.